يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستفيدوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا زينب وعمري 22 سنة، أنا بنت مرة هادية، كلامي قليل، ومرة كنت خوافة، أخاف من أي شيء وأبكي بسرعة. عائلتي متكونة مني أنا وأبوي وأمي، وعندي 2 أخوان محمد وياسر. طبعا أنا آخر العنقود. أكيد إنكم الحين تقولون مدام أنت آخر العنقود يعني أنت مدلعة. لا والله، إنه أبوي مرة يكرهني، ما أدري ليه يكرهني بشكل مو طبيعي، ما أدري كيف أوصف لكم كرهه. يفرق بيني وبين أخواني دايم، تخيلوا، يعني هو دايم يميز أخواني عني أنا. المهم استمرينا على ذا الحال من وأنا طفلة ألين ما صار عمري 18 سنة. وما أحكي لكم معاناتي مع أبوي، اللي أعرفه أن أبوي المفروض يكون لي سند، لكن أنا أبوي كان يكرهني كره مو طبيعي. المهم في يوم من الأيام جاء أبوي عندي وقال لي: ولد عمك تقدم لك. وأنا وافقت. قلت له: على إيش وافقت يا بابا؟ ما فهمتش قصتك. قال لي: وافقت على أنك تتزوجين، وإن شاء الله اليوم يجون يخطبونك. قلت له: لحظة لحظة، يعني أنت وافقت بدون ما تاخذ موافقتي ولا كيف؟ قال لي: ليش، انت مين اصلا عشان اخذ رايك ولا موافقتك؟ قلت له: يا بابا، انت عارف انه سعيد انسان مره عصبي وشخص قاسي. قال لي: ايه صح، اعرفه كويس، وانت هذا اللي تستاهلينه. قلت له: اجل عارف كل ذا وتبي تزوجني اياه؟ هو سكت. قلت: بابا ممكن تجاوبني جواب مقنع؟ وش يعني انت هذا اللي تستاهلينه وما ادري ايش؟ انت ليه طول عمرك تكرهني وليه طول عمرك مو طايقني؟ انا مو فاهمه انا ايش سويت لك عشان تعاملني كذا. قال لي: كلي تبن، وبكرة إن شاء الله بيجون، تجهزي أحسن لك. والله يا زينب، إذا قلتي إنك مو موافقة ولا حسيت إنه نظرتك فيها عدم موافقة، والله إني لأذبحك. وراح أبوي. بعدها جات أمي وجلست عندي تواسيني، تقول لي: عادي ترى الحب يجي بعد الزواج ومدري إيش، يعني كلام أمهات وكذا. يعني أمي قالت كلام مرة كثير، وكانت تحاول إنها تطبطب علي، وما أقول لكم عن حالتي وقتها، كأني رايحة لجنازتي، لأنه سعيد أعوذ بالله منه. أذكر يوم كنا صغار كان عصبي مرة، كان يخرع أعوذ بالله. المهم أمي جلست تضبطني وتجهزني، ونزلت تحت وكنت زي الميتة، وجلسوني غصب بجنبه وخرجوا كلهم. عاد هو التفت علي وقال لي: كيفك، بنبرة مدري كيف. أنا ما رديت عليه، إلا هو قال لي: أنا جالس أقول لك كيفك، تردي علي فاهمة ولا لأ؟ مو تسفهيني. أنا معصبة أصلا وما رديت عليه ولا كلمة. بعدها أنا طلعت، ومرت الأيام وأنا كنت طول الوقت بس أبكي. وبعدها بـ2 شهر تزوجنا، وكان هذا اليوم هو أنحس يوم بحياتي من جد، كنت طول الوقت بس منهارة وأبكي. المهم تزوجنا ورحنا للفندق، أول ما دخلنا وأنا رحت ركضت للحمام ودخلت وقفلت على نفسي الباب وما خرجت منه نهائيا. بعدها جاء ودق الباب وقال لي: متى ناوية تخرجين إن شاء الله؟ قلت له: أنا الحين أطلع، وكنت خايفة إنه يسوي لي شي الصراحة. بعدها طلعت ورحت انسدحت على السرير وسويت نفسي نايمة. جاني وهو قال لي: انت من جدك بتنامين؟ قلت له: طيب وش تبي مني؟ قال لي: يعني وش ابي، هذه ليلة زواجنا. قلت: طيب بعدين. هو ما رد علي وراح انسدح ونام. المهم صحينا ثاني يوم الصباح، ورحنا عند اهله صباحية وكذا، وقبل لا نطلع قال لي: وخلينا نمثل اننا متزوجين من جد، ما له داعي حركاتك ذي. قلت له: تمام. ومن جد سوينا زي ما هو يبي، وبطلت الحركات اللي قاعدة اسويها. رحنا عند أهله وجلسنا نمثل إنه مرة مستانسين ومرة نحب بعض ومن السوالف دي. المهم مر على زواجنا تقريبا 1.5 شهر، وحنا متزوجين بس على الورق. وخلال الفترة دي كلها لاحظت شيء: سعيد مو زي ما الناس تقول عنه عصبي ومدري إيش، لا بالعكس، هو إنسان كان مرة حنون وطيب، لكن لما يطلع برا البيت تتغير شخصيته. يعني هو داخل البيت شخصية مرة مختلفة عن شخصيته خارج البيت. المهم يوم كنت جالسة أطقطق بجوالي في الغرفة وهو جاء جلس جنبي، قلت له: وش تبي؟ قال لي: ما أبي شيء. قلت له: طيب. وقمت من مكاني لأني كنت خايفة من مرة، إلا هو يمسكني من يده ويحضني. قلت له: أنت وش جالس تسوي؟ ابعد عني. قال لي: طيب عادي، يعني أنت زوجتي. قلت له: لا ابعد عني، والله بصارخ، والله العظيم إني بصرخ وألم عليك الناس كلها. قال لي: صارخي قد ما تقدري، ما حد يسمعك غيري أنا. بعدها أنا دفيت بقوة وبعدته عني، قلت له: لا تلمسني مرة ثانية. ومع الأسف إنه أجبرني بذيك الليلة وأخذ حقه الشرعي مني بالقوة. طبعا هو قبل لا يسوي هالشي بصراحة أنا كنت بديت أحبه، بس بعدها صرت مرة أكرهه. المهم صحيت الصباح وأنا منهارة من جد، وجيت أبي أقوم إلا هو يمسكني ويضمني.
قال لي خليكي معي لا تروحين. قلت له ما ابيك ابعد عني. قام قال لي انت ليه تسوي فيني كذا؟ انا من يوم حنا صغار مره احبك واموت فيك، ومو قادر اغير حياتي بدونك، ومو قادر اعيش حياتي بدونك. طبعا هو كان يقول لي الكلام ده وهو لسه ما صحي من النوم، يعني كأنه زي اللي لسه نايم. المهم بعد دي السالفة تقريبا بشهر أنا صرت أتجنبه تماما، كل يوم أتجنبه. بعد شهر رحت أبي أنقل أغراضي كلها من الغرفة وانتقل لغرفة ثانية، هو جاء قال لي وش جالسة تسوين؟ قلت له آخذ أغراضي عشان أبقى بغرفة ثانية. قال لي ليش؟ قلت له ما أبي أعيش معك بنفس الغرفة بكل بساطة، مو قادر إني أتحمل شكلك. قال لي مو على كيفك، أنت راح تظلين هنا غصبا عنك. قلت له لا والله إني ما راح أجلس هنا دقيقة. إلا هو يقوم يقفل الباب وقال لي الحين اطلعي إذا قدرتي. قلت سعيد عطني المفتاح. عاد هو مسكني وقربني قال لي ما راح أعطيك إياه، وأنا صراحة مرة توترت. قلت طيب راح نجلس هنا إلين نموت. عاد هو قرب مني وقال لي والله حتى الموتة معك لها طعم ثاني، استغفر الله العظيم. من جد عصبني. وجلسنا بالغرفة يمكن ساعتين، هو كان طول الوقت حاط يده على خده بس جالس يناظرني. أنا حسيت بدوخة خفيفة بعدها ما أذكر شيء. صحيت إلا أنا بالمستشفى وكان جالس سعيد جنبي والابتسامة شاقة وجهه. قلت له فرحان إني أموت ها؟ قال لي يا المهبولة أنت حامل. قلت له من جدك؟ قال لي إيه والله. قلت له يعني رح أصير أم؟ قال لي إيه يا الهبلة، وأنا رح أصير أب. المهم بعدها جات أمي وأم سعيد، ويوم عرفوا إني حامل طاروا من الفرحة، وتخيلوا جلسوا يتهاوشون على اسم البيبي. المهم بعدها أنا جبت أجمل بنت وسميتها يارا. الحمد لله علاقتي أنا وسعيد مرة تحسنت وصرنا نعشق بعض، وعرفت منه إنه من جد كان يحبني من يوم وأنا صغيرة، وحنا الحين عايشين أجمل حياة. وصح نسيت أقول لكم إني كملت الجامعة وتخرجت الحمد لله، والحين أنا موظفة وأم لأجمل بنت وعايشة مع أجمل شخص في حياتي. ونصيحتي لكم مرة لا تزعلوا من شيء صار لكم، يعني خذوا إنه كل شيء يصير خيرة من ربي، يعني اللي اختاره ربي خيرة. حتى لو أهلكم غصبوكم عن الزواج هذا مو يعني نهاية الدنيا، مو يعني نهاية حياتكم. ممكن تتقبلوا الشخص ده، ممكن هذا الشخص يطلع من جد يحبكم، ومو كل شيء صح. يعني ممكن هذا الشخص من جد ما يحبكم، ممكن تنفصلون. حتى لو انفصلتوا ما حتكون هذه نهاية حياتكم. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم أرسلوا لي قصصكم القصيرة كمان لأن راح أنزلها في الشورت.